وقع خطانا الأول بدأ هنا لنعيش الواقع على الحلم. وقع أننا طلاب طب وأطباء مستقبل. وقع الحلم الذي بذلنا أرواحنا لأجل أن نراه مزهرا. نعيش هنا بين ممرات كليتنا التي ملأناها بصدى ضحكاتنا العالية وجدرانها التي جعلتنا نؤمن بأن الأمان قد يتمثل في أحجار جدار صلب، وأركانها التي جمعتنا بأصحاب كانوا لنا عائلة أخرى. أحببنا هذا المكان ككل التفاصيل الجميلة التي تشبهنا ونشعر اتجاهها بالألفة والانتماء. عرفناه جيدا حتى أصبح جزءا منا، جزءا فينا، وطنا دافئا نعرف به. هنا حيث ولد فينا نبض الحياة من جديد، وعشنا لحظات الخيبة واليأس والألم التي لم تجعلنا ننسى أبدا ذلك الحلم الذي جئنا لأجله. هنا هزمنا العقبات معا، وتعلمنا بأن المصاعب لا تأتي لتبقى، بل تأتي لتعبر وتتركنا أقوى وأكثر نضجا. فصل آخر ابتدأ، وحكايات أخرى تضاف إلينا، قصة طموح نحن أبطالها، نعيشها بكل حب، بكل عزم، بكل أمل. نمسك بأيدي بعضنا، نكبر معا ونواصل سيرنا على ذات الخطوة لأجل أحلامنا التي نحب، لأجل الوطن والسلطان. هنا كثير من الطب وكثير من الأمنيات. لا تتأخر، هذا يسأل من كثر جديدة. أوكي يلا زين زين يلا اتأخر. بيجي؟ الله المستعان. كنا البوس ما خلى عمره
بس تحشني بسك بس تحشني يا اخي شوف مو ثاني دلنا to the surface area of the alveoli 95%, but it's only 40% that of the total number of cells. On the other hand, you have pneumocyte 2, which counts 5% of the surface area, but in the end, it counts more than pneumocyte 1, it counts 60% of the number of the cells. Do you understand? Do you understand? Yes, yes. Can someone repeat, please? What is this? What is this? Hussein. Can you speak, Hussein? He is the hack. Me? Yes. Okay. Sir, there are 2 times of human cells. No. Wait, my son. Wait. It. Yes. Start with pneumocyte type 1. Okay. I have 2 types of cell, pneumocyte type 1 here, that's one. Pneumocyte type 1, which covers 40%. 40% what? Of all the cells. And they are also, it covers 95% in surface. It is very thin for gas, that thing which going with gas. Yes, very thin. What about pneumocyte type 2? Pneumocyte type 2, which this going closed and open, subtracted. Makes like this, yeah, 60% covers of this, but it is 5% in the other. Yes, very good, very good. This, no, but yes, very good. Doctor, what is this?
I don't understand this. الاختبارات التي تأتي بها صباحات الأحد كانت أكثر ما يثقلنا، لأنها تسرق منا عطلة نهاية الأسبوع. كنا نعلق بينها وكأنها لا تنتهي أبداً، إلا أن ذلك كان مجدياً بطريقة ما رغم كل شيء. بذلنا ما في وسعنا لأجل حفظ اسم دواء أو مسبب مرضي. لذة الحصول على المعلومة كانت كفيلة بأن تسعدنا حينها. يا رياح على الله وش الاتومي ما تعرف كم القريب مدحاه ما دحاه توك تقول لي انا ذاك اللي ورلك تري اللي ورلك ماشي الماده اللي ورلك عزم اللي جاءت يا نختلط كنا شايفين في خطه ماشي صوبك تميم صوبك ايش هذا زي جوماتيك ار دحاه يا ابو يا دحاه Thank you.
سلامه حبوب لا بنات ما بيتكم انا مراقب مدرينك انت حتى راقب والله خلاص الله يهديك بنت الله خلاص خلاص راقبين خلاص روحي عادي انا مروان تلودي يا الله ايش الفصل هذا بعدني ما كاتب ريبورت وعندي برزنتيشن وكوز الاميون بعدني ما مذاكر له وعندي انكورس وعاد الانكورسات سالفه ثانيه يعني ما ادري ايش اسوي خربها ولا اصبر خربها ولا اصبر لا لا إن شاء الله بصبر وبسوي اللي علي والباقي على الله يا رب توفيقك يا رب يا رب توفيقك وما بين إغماضة عين وأخرى ينتهي هذا الفصل وتنتهي معه كل الأشياء التي كانت تثقله لتبقى منه معلومة وذكرى فكل ما تعلمناه حملناه معنا لعله يعيننا على تضميد جرح أو حمل جزء من ثقل عالم يصارع المرض أما الذكريات فتبقى لتعيش فينا نرويها بكل حب بكل التجارب الصعبة التي مررنا بها وعبرناها بنجاح ويكبر حب الطب في دواخلنا أعمق مما نظن نحبه كما تملي علينا قلوبنا ونظل نحبه رغم كل الشتائم التي نلقيها عليه كل الصعوبات التي عصفت بنا كانت أصعب من أن تجعل أحلامنا تفلت من بين أيدينا وكل الصرخات التي أطلقناها جعلتنا نؤمن بأننا لا نصرخ لنهزم بل نصرخ لنعود وننتصر في كل مرة نصرخ لنبقى نبقى هنا حيث المكان الذي نعرف فيه من نحن حيث الكثير من الطب والكثير من الأمنيات رغم كل شيء أحببنا الطب والطب أحبنا